انا اسمي داليا صعفان، انا بشتغل في مجال التريننج والكوتشنج والتنميه البشريه بقالي دلوقتي اكتر من 7 سنين فول تايم، بس بشتغل فيه من زمان، من قبل كده من ايام ما كنت في الجامعه. انا بشكر غريب امين وايمان صبري جدا لترشيحي لاني اشترك في مبادره مصر بكره. الحقيقه انا عاجبني قوي اسم المبادره وعاجبني قوي فكره مصر بكره، لان انا من الناس اللي من زمان قوي قوي همها فكره مصر وازاي نقدر نطور مصر، فكرة ان احنا عايزين مصر تبقى احسن، وبعمل كده من ايام الجامعة في انشطة كتير قوي قوي، وكنت من الناس اللي الحمد لله اشتغلت في حاجة ليها علاقة قوي بده، واشتغلت في شركة انا بقول عليها شركة عبقرية موجودة عشان تخلي مصر احسن. هو ده اللي احنا بجد ده الهدف بتاعنا لمصر والعالم كله، ازاي المصريين دول يبقوا احسن، ازاي مصر تبقى احسن بصفة عامة. احنا في شركة اتش كونسلتنت مجموعة من الناس مؤمنين ان احنا نقدر نغير مصر، بس نغير مصر عن طريق تطوير عقول وقلوب الناس اللي في مصر، وعشان كده بجد هي دي البوصلة اللي لو اتظبطت الناس هتبقى احسن بكتير قوي. وعشان كده احنا ابتكرنا برنامج اسمه الحل انا، اللي انا بشرف ان انا من الناس اللي اشتغلوا فيه، ابتكرتوه واشتغلوا فيه واديته لاكثر من 2000 شخص دلوقتي، من اول رؤساء مجلس الاداره لغايه السواقين في الشركات، للافراد رجال سيدات لشباب. بجد احنا مؤمنين ان دي نقدر نغير مصر، ده بجد الحلم بتاعنا احنا، ده حلمنا احنا في شركه ان احنا مؤمنين بيه بجد، ان من خلاله هنقدر نطور مصر وهنقدر نطور المصريين زي ما احنا بنقول. احنا في برنامج الحل انا بنشتغل على احياء عقول وقلوب الناس، ازاي نقدر نشيل التراب ده من عليه، وبجد احنا مؤمنين ان في حاجات كتير قوي في عقول الانسان بجد مأيداه، زي خوف، زي انه ممكن يكون في افكار كتيره قوي مقيداه ومنعاه انه يتحرك، زي ان مفيش امل، زي المستحيل، زي ان هم السبب، زي ان الطبع يغلب التطبع، زي ان هم كده وعمرنا ما هنتغير، زي ان يعني بعد ما شاب ودوك كتاب هنتعلم ايه، زي الانا واللي بتقوله لا انت مش هتتعلم وانت هم انت عارف كل حاجه و فكل القيود دي احنا في الكورس ده وفي البرنامج ده بنحاول نكسرها، نكسر كل الشماعات، فيبتدي القلب يبقى عنده يقين، يبقى عنده امل، يبقى عنده تواضع، يبتدي يسمع، يبقى عنده شجاعه، يبقى عايز بجد يتطور. ده اللي احنا بنحاول نعمله، وساعتها بنلاقي ان سلوك الانسان يبتدي يتغير، عاداته نفسها بتبتدي بجد تتغير وتتقلب لعادات نجاح، وده اللي احنا بجد محتاجينه في الفتره اللي جايه، ده اللي احنا محتاجينه جدا 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 في الفتره اللي جايه، تطوير عادات الانسان. انا مؤمنه قوي قوي بالكلمه اللي قالها مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الاسبق، لما قال عايزين يعني سالوه ماليزيا اتطورت ازاي، قال لهم ماليزيا اتطورت لان عادات الناس اللي هنا اتطورت، عادات الناس في العمل، عادات الناس في البيت، عادات الناس في الصحيان بدري. هو ده كل ده انا حاسه ان ده اللي مصر محتاجاه دلوقتي، وده عمره ما هيحصل غير لما نطور العقول والقلوب. انا شفت ناس في الكورس ده تحولت، شفت شباب اتحطوا على الطريق الصح، غيروا طريقه تفكيرهم، بقى عندهم امل، شفت ناس في الخمسينات كان في عايشين كده وكان يعني ما فيش ابتسامه على وشهم، اتبدلوا، بقى عندهم امل، بقى عندهم يقين، بقوا عايزين يتعلموا، عايزين يطوروا شركاتهم، علاقاتهم اتغيرت بمديرينهم، باولادهم، بطلوا يضربوهم، يعني حاجات كتير قوي بجد. انا شايفه ان احنا بالكورس ده نقدر نغير مصر في كل حاجه، نقدر نطور مصر في كل حاجه. ده دي لغه العقول ودي لغه القلوب اللي احنا عايزين نطورها، ومؤمنين قوي ان احنا نقدر نعمل ده في برنامج الحل انا، نقدر نخلي مصر احسن. ده رسالتي في الحياه، اخلي الناس تبقى احسن، تتطور، تبقى اسعد، تبقى انجح، وده اللي احنا عايزين نعمله كله في مصر بكره ان شاء الله.